انا قلت اللقاح ردوا البال عندكم تنشوفوا كي داير. اذا ولات هادشي هذا العبث، ولاو الناس هذوك القبائل كيجمعوا الدراري الصغار باش يسبوني في الفيسبوك. كنتكلموا على هذه المطالب ديال الاصلاح اللي هي مطالب موضوعيه، مش طبيعي الحال عندها شروط، ولكن ايضا كاين عوامل ذاتيه. هو السؤال اللي غادي نتكلموا عليه اخيرا هو كيف حال اليسار او العائله اليساريه. البعض كيقول اندماج، البعض كيقول الوحده، البعض كيقول تشتيت المشتت، تفتيت المفتت. كيف ممكن انه نواجه هذه الامور هذه بهذا الوضع المفتت ديال العائله اليساريه؟ وقبل من الوضع المفتت، العائله اليساريه وصلت لهذا الوضع لانها يعني حوربت منذ الاستقلال. يعني التوجه التقدمي في البلاد بكل يعني التشعبات ديالو كان يحلم بالديمقراطية، المغرب الديمقراطي، بالمغرب الحديث حداثي، بالمغرب اللي فيه التوزيع العادل للثروة. وكان هناك مجهود بدا كيتدار في البداية، ولكن مع كل أسف في إطار الصراع حول السلطة وحول اقتسام هذه السلطة والفصل ديال السلطات، وهذا يعني اليسار عانى من سنوات الجمر والرصاص، وهذا الشيء أدى إلى بلقنة ديال اليسار، أدى إلى إضعاف هذا اليسار، أدى إلى تشتيت هذا اليسار. وكانت وسائل أخرى منها الاستقطاب ديال النخب، وسائل أخرى منها خلق أحزاب، يعني بين عشية وضحاها كيتخلق حزب وكيجيب الأغلبية، بحال اللي كان وقع الاتحاد الدستوري من خلقوه في هذه السنة، وجا هو الأول في البرلمان، ويعني هذيك الحقبرة ما سالتش لأنه تخلقت أحزاب أخرى. إذا اليسار دائما مبلقان وضعيف. علاش؟ لأنه المنابع أولا ديال اليسار هي من المدرسة، هي من الجامعة، كتعطيك نخب مثقفة واعية تتقدر تسائل الأوضاع الدولية والداخلية، عندها أفكار، كتجتمع، كدير جامعات، كدير ندوات، كدير يعني مدارس، وكتساهم في هذاك الوعي البناء اللي كيعطيك من بعد الفعل الواعي الممتاز. حنا دابا اليسار عانى من هذا الضرب كله، وعانى من الضربة القاضية التي وجهت للمدرسة العمومية عندما أصبحت المدرسة العمومية بحال اللي كيقول هذاك جون بول بريغالي كتصنع ناس اللي هما ما قادرين يفكروا، ما عندهم حس نقدي، ما عندهم ثقافه عامه، ما يقدروا ياخذوا الكلمه، ما عندهم ثقه في النفس. اذا كيف يعقل؟ كيفاش خلينا هذه الجريمه ترتكب؟ علاش؟ لانه بلادنا غارقه في المديونيه، وبلادنا كتنصاع التوصيات ديال المؤسسات الماليه، هي كتحكم العالم وكتطبق. كيقولوا لنا راكم القطاع التعليم قطاع غير منتج، كنقولوا لهم امين، وكنبداو نخوصوا وكنبداو نسلعوا. صحة كذلك، الصحه كذلك، هادشي كله درناه خربنا. الفضاء الثقافي باقي حنا الان كندورو في ذاك دار الثقافه ولا دور الشباب ديال الخلال المستعمر، وكلهم مجرتلين، ما فيهم ما يتشاف، ما حتى واحد ما كيقد شي اب او ام يصيف دابا وليداتو. حنا لعبنا تما المسايفه، مشينا ما خلينا ما درنا في دور الشباب، صبحيات الامسيات ومسرح، هادشي كله كيوعي الانسان وكيطور الذهنيه ديالو. كتلقى واحد طفل ذكي ونشيط وفرحان وتايق في نفسه. هادشي كله خربناه، وتنجيو كنقولوا ولماذا اليسار لم يتوحد؟ لماذا اليسار؟ اليسار هو نتاج هذا المجتمع الذي وجهت اليه يعني اسلحه الدمار. ولكن بغض النظر على هذه العوامل الخارجيه، كاين عوامل ذاتيه. لا لا، العوامل ماشي هذا المشكل، المشكل هو انه لم نتفق. احنا مدارس مختلفه، كل مدرسه عندها تاريخها. احنا مدرسه يعني جمعنا فيها واحد خمسه المدارس، اليوم مدرسه مشات ولا جوج يمكن مشاو، وقبل منهم مشات مدرسه اخرى. علاش هذا الشيء؟ حنايا ملي كنشوفوا البلقانه فكرنا جميع كلها يعني التيارات اليساريه انه ربما في التجميع ستكون الوحده، ولكن نسينا المشروع الذي حوله سنتجمع. قلنا احنا نتفقوا، دوينا مطولا عامين وحنا كنتناقشوا الملكيه البرلمانيه وهذا الشيء هذا، وظننا باننا خرجنا من عنق الزجاجه واسرعنا بوحده. احنا بديناها كحزب اشتراكي موحد، درناها في 2002 يعني اليسار الاشتراكي الموحد، كانوا فيه اربعه ديال المدارس، يعني ثلاثه ديال المدارس، منظمه والحركه والمستقلون زائد فعاليات يساريه. توحدنا في 2002، جات انتخابات، دخلنا انتخابات، تخصمنا في انتخابات، موقع مشاكل ماشي على المقاعد، ولكن كاين اللي عمره ما عرف شي انتخابات، ما عمره ما عنده شي تنظيم، ما عمره. احنا جايين من التنظيم وجايين، كان عندنا بن سعيد بوحده في البرلمان، وطرح سؤال التزمامات التاريخي، كل شيء كيعرف هادشي. اذا احنا ما اتفقناش غير على الطريقه كيفاش. من بعد هاد اربعه ديال القبائل تقريبا بقاو مجموعين كل وحده بوحده، لان كل وحده مدرسه، وما استطعناش نديروا ديك الجامعه ديالتنا باش نناقشوا. بقينا غير كنشوفوا القدام، راه هذوك حتى هما بغاو يتوحدوا معنا. اجي فكرنا في الوحده العدديه والتجميع، وظننا بانه هذا هو التوحيد. في 2005 بعدا قبل من 2005 سيغادرنا مجموعه من الناس الذين كانوا في هاد الربعه هادو. علاش؟
كاين اللي منهم من اقصى اليسار نقز الى اقصى الرجعيه. ماشي مدرستي انا بعد الحمد لله، ولكن لا الوم احد، لان حتى في المدارس الاخرى فيها الناس اللي هما يعني وازنين وموزونين، ولكن مشاو في حالاتهم، مشاو الحركه من اجل سميتو هذا الشيء، الحركه من اجل كل الديمقراطيين وكذا، يمكن ان نجمع هذا، ومشاو للبام مثلا وبعد غادروه. هذاك ماشي مشكل، بان الطرق افترقت، طريقهم ما بقاش كيهمنا احنا، كنشوفوا شكون اللي باقي. 2005 جات يعني مكون خامس اللي هو الوفاء من اجل الديمقراطيه. فرحنا، درنا عرس ماشي يعني مؤتمر، ودرنا واحد العدد ديال الارضيات، وتناقشت الارضيات امام ممثلي الهيئات ديال المجتمع المدني، الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، جمعيات حقوقيه اخرى ونسائيه وامازيغيه، وجاو كيقولوا لنا انتم هو الحزب. ملي فازت الارضيه ديال الاغلبيه، انتقلنا من بعد الانتخاب البرلمان ديال الحزب اللي هو المجلس الوطني. تما كنلاحظوا بانه هذا داير اللائحه، هذا داير اللائحه، كل واحد داير اللائحه، وقاسي الاخرين. لقينا تيقسيو حتى بن سعيد اللي اسس هذا الحزب. يعني خوفا من ماذا؟ واش حنا غادي نوليو حنا نضربوا على الكراسه؟ حنا ما باغيينش الكراسه، حنا بغينا البلاد تغير، مشروعنا هو التغيير الديمقراطي وليس الكراسي. كانت صدمه كبيره في هذيك 2005، ولكن تاهي سكتنا عليها بحال اللي سكتنا على ما جرى قبل. سكتنا، عمرنا ما درنا. وانتم تتعرفوا اليسار هو القراءه النقديه المستمره المتواصله، كان مشكل ما درناش. شنو عملنا؟ مشينا في 2007 انفتحنا على رفاقنا اللي كنا تجمعنا في الجي 5 مع النهج ومع الطليعه والمؤتمر. تفترقت الطريق لانه كاين بعض القضايا اللي مع النهج ما كناش متفقين عليها، وكانت كتطفو على 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 السطح دائما. اذا حنا انفتحنا على خوتنا يعني رفاق في الطليعه وفي المؤتمر، ودرنا تحالف اليسار الديمقراطي في 2007. مزيان، قلنا حنا خمسه وما جوج سبعه بخير غادي نكونوا غاديين. فاذا بينا حنا كنترشحوا في انتخابات كنجيبوا 160,000. حنا انا كنت في مكون منظمه في 1997 جبنا 200,000 وخارجين من الشقاق. حنا غادي لو كان نجمعوا حنا كننقصوا. اذا الانتخابات غير نزيهه ومزوره، وحتى حنا ما كناش موجودين مزيان. نعم، حنا ما كناش، حنا تحملوا مسؤوليتنا. يعني في 2007 راه تقدموا جوج قيادات في يعقوب المنصور في الرباط، كيف عقل؟ اش حنا باغيين نتوحدوا ولا كل واحد هز اللوغو ديالو كيدور لهذا الجهه ومن بعد كيقول لك راه منيب ما بغاتناش؟ نقولوا المساله الناس يفهموا. اذا كان خطا. من بعد حاولنا نداركوا هادشي كله، وبدينا كنشتغلوا، درنا هيئات، ودرنا، وجينا 2014 ودرنا فيدراليه اليسار الديمقراطي. فيدراليه اليسار الديمقراطي اللي فيها لو بي اس يو والطليعه والمؤتمر. وقلنا احنا غادي نقلبوا من بعد على المكون الرابع، كلهم تقدميين في البلاد، ديمقراطيين، المقاولين النزهاء، بغينا هادشي كله يجمع معنا باش نديروا شي قوه اللي هي مهمه، حيت لما عندكش قوه ما يمكنلكش تضغط، ما يمكنلكش تكون لا اصلاحات، والو غادي يبقى الحال على ما هو عليه في بلادنا، يعني ديمقراطيات الواجهه والسلطات كلها متحكم فيها ومركزه. 2014 بدينا كنشتغلوا، كنديروا يعني تنسيق كل 6 شهور، كل واحد فينا كيدير تنسيق. تنجتهدوا وخدامين وكنمشيو للجهات، ودرنا فروع، درنا شهاده، واخا بصعوبات الحقيقه درنا واحد الهدف، غادي نديروا هيئات محليه وجهويه 42، درنا غير 14. طبيعه الحال حيت خاص الرفاق يتعلموا ويخدموا جميع، وكاين حزازات وكتخط مع كل الاسف هادشي هذا. ولكن انا كنظن يعني بعد شويه ديال رجعنا للور، كون حطينا المشروع الحقيقي كانوا غيلتفوا. ما كانش تسرع شويه؟ كان تسرع كبير. ولينا دابا حنا كنتقلنا من الملكيه البرلمانيه هنا والان الى اندماج هنا والان. حتى درنا في يناير 2020 بيان في 5 نقاط. قلنا الله يخليكم اخوتنا، لا ما فهمتوناش ملي كنتلاقاو معكم في الهيئه التقريريه وفي الهيئه التنفيذيه. حنا اش كنقولوا؟ اولا ما غنديروش وحده فوقيه، خصنا نهبطوا المشروع ونهبطوا عند القواعد، نقول بها حنا اش غادي نديروا، المستوى التنظيمي، المستوى الفكري، المستوى السياسي، اش غادي نديروا بالمشروع. حنا راه ما خلينا حتى شي حاجه، ولكن هذه الطريقه باش غادي نعملوا، وقولوا لنا على بال لكم اش نقادوا الامور. المساله النقابيه قلنا حتى هي خصنا نطرحوها، خصنا نشوفوا واش النقابه غادي نديروا هذاك الجدليات ديال النضال السياسي والنقابي، ولا نقابه بوحدها، ولا كاين معنا واحد الحزب هو نقابه وهي واش هو نقابه ولا حزب، ما عرفناش. يعني يوضحوا، غير الوضوح بغيناه. ثم قلنا انه كاين واحد العدد ديال القضايا خصنا نتناقشوا فيها باش نكملوا المشروع، خصنا نكملوا المشروع ونهبطوا القواعد نتناقشوا، ونتناقشوا القضيه النقابيه، ونتناقشوا القضيه التنظيميه. حنا كنا كنخدموا بي اس يو بالتيارات. انا ما غنقولكش هذه تجربه فوق العالم، لا، ولكن تجربه تفادينا بها انشقاقات، وماشي غير تفادينا بها انشقاقات، استطعنا فيها في واحد الوقت ديال واحد النوع من غطرسه داخل الحزب
اننا نفتحوا النقاش. ملي كتكون عندك ارضيه تسمح لي هذا الله يخليك، انا عندي منقول في هذا الشيء. اذا كاين الامكانيه ديال الحريه ديال النقاش المفتوح بالفعل، هذه ممتازه. الوغ طرحنا على رفاقنا قلنا هذه تاهي خصنا نشوفوا واش نخليوها ما نخليوهاش، واش غندمجوا ما غندمجوش. اللي وقع هو انه يعني كيف قلت لك في البدايه احنا جزء من هذا المجتمع، وانا حسيت به كامينه عامه، لانه يعني ولاو قياده ذكوريه ديالتنا حنا هي كتذكر مع الامناء الاخرين، علما بانه العمل اللي قمت به انا ما كنقولش حتى هما داروا عمل مهم وجاد وجيد، ولكن قمت بواحد العمل اللي هو متميز. انا ما كنتش لا تخين، ما كنتش كتابعهم، يمكن كاع بعض المرات كنسبقهم شي شويه، ولكن كنخدموا جميع باش انا يخليوني في هذا الجانب وبداو تيشتغلوا بيناتهم. واخا هكاك قلت ربما كاين شي تفاهم هذا، وكنفسرها لرفاق المكتب السياسي، ولكن من بعد غادي يلقى عندي معارضه داخل المكتب السياسي من قبل الاربعه ديال 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 الاشخاص اللي هما جايين كلهم من فصيل واحد، واللي انا كنقول احمر وما كيقولوا ازرق، كنقول لهم ها هو احمر ها هو، كيقول لك لا ازرق هذاك. واش انا جايه من اجتماع رسمي وكنقول لهم ها ما جرى في الاجتماع، كيقوم رفيق وتكتب في الصحافه وكيشهر. يعني كيف يعقل؟ انا قلت اللقاح ردوا البال عندك وتنشوفوا كي داير، رفيق كيكتب بيا العثماني كان ديك الساعه رئيس الحكومه. يعني وصلنا للعبث المبين، ولا طلب راس منيب كيقولوا راه هي اللي منعتنا من هذه اللمه العوجه الحقيقه، ماشي لمه مقاده مع كل الاسف. كون كانت على مشروع انا لا انا دابا دوزت المرحله الثانيه ديالي وغادي نعطي السوارت للرفاق، ماشي انا ما دايره والو. انا بالعكس كنحضي الثوابت ديال اليسار، وانا بالنسبه ليا الهم ديالي التغيير ما غايجيش يجي غدا، ولكن يبقى اليسار ومشروعه واحد 50 عام للقدام و60 عام، ويبقاو شباب كيتيقوا ويبقاو شباب كيعتزوا باللي فاق سبقوهم، يعرفونا على الاقل حاولنا درنا مجهودنا ما تصرناش ولكن درنا مجهودنا. اذا ولات هذا الشيء هذا العبث، ولاو الناس هذوك القبائل كيجمعوا الدراري الصغار باش يسبوني في الفيسبوك، يعني تيشوفوها الاساتذه ديالي اللي خدمت معاهم في مجلس الجامعه لاكثر من 16 سنه، ومجلس الكليه كنت بوحدي امراه، ودابا راه اكثر من نص نساء والعميده ديالنا امراه، ودرنا مجهود ودرنا الندوات وداك الشيء اللي كنعرفوه واللي ما كنعرفوش واللي كنطلعوه، يعني كمناضلين شرفاء ماشي فوق الناس، ولكن خدمنا. ولا اطاحه براس منيب هو هذا، وحتى مع كل الاسف انخرطوا في هذا الشيء حتى رفاق اللي كنا كنحترموهم بزاف، وكتبوا شي كتابات اللي هي لا تليق، ما بالعكس ما كايناش ما يمكنش. ولكن النقطه التي افادت الكاس ما هي؟ هي خرق القانون. احنا عندنا قانون داخلي ونظام اساسي وضعناه جميع صوتنا عليه جميع، تيتم الخرق ديالو، تيتم الخرق ديالو. كيعيط واحد بالصفاره انت وانت وانت اجيو انتم اللي غتفاوضوا مع الطالع والمؤتمر، وعافاك عندكم نقطه واحده حيدوا لنا منيب ما ترشحش لهذه الدرجه انه اصبح راس نبيل من المطلوب داخل الصف داخل الصف اليساري. الوغ انا منين خرقوا القانون في الدار البيضاء وفي الرباط وفي فاس، مكناس حنا مكناس الفرع ديالنا فيه 180 واحد خدامين، دابا راه طلعوا المجلس وكذا فاس، يعني داروا لنا شي مصائب. انا كنشوف دوك الرفاق ديالنا يعني غاديين في الصف، كنعيط للكتاب الجهويين كنقول لهم واش عرفتوا بانكم خرقتوا القانون ملي درتوا ذاك الاجتماع؟ واستاذه وحنا قلت له شوف الله يخليكم حنا ماشي 10 الاحزاب، راح يجيب واحد هذا اللي كاين، كنهضر معك وانا امينه عامه، دابا الله يسامح مسحوا هذاك الطابلو نرجعوا من الاول، احنا غادي نديروا اختاروا اللي بغيتوا، غادي تكونوا في المجلس ديالكم فيكم ما تختاروا هذوك نفسهم اللي طلعتوا دابا، ولكن بطريقه مع الاخرين بطريقه ديما. قلت لهم انا اناضل من اجل بناء دوله حق القانون، ولم اسمح بخرق القانون. ماشي باش نطلع انا راه من 1997 وانا كنترشح، وهاد المره كنت عارفه راسي ما غنجحش، تنطلعوا وكنديروا الحمله بجهدنا. لان هذه مناسبه نتواصل مع الناس، مناسبه نحمسوا الشباب ديالنا 20 عام اللي ترشح في الزيروكات وترشح في عين الشق، وطلعوا لنا شباب اللي هما ممتازين، ودرنا حمله ممتازه. قلت لهم ها الخدمه النقيه كيفاش كتدار، ودائما كنا كنبغيو نديروها بهذه الطريقه هذه. اذا خرق القانون ما يمكنش. مشيت انا اخر اجتماع مع الرفاق الامينين العامين ومعنا واحد 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 باش يكونوا شهود وعارفين شنو كاين. قلت له واش انتم مستعدين؟ احنا غاديين مشروع كبير، مستعدين باش تعاونوا معنا نحلوا هذا الحل، وانتم عارفين شكون اللي خرق القانون عندنا حنايا اصحابهم. المشكل تخيل معايا، قالوا لي واخا احنا غادي نشوفوا، لانه مثلا اجتمعوا في مدينه الدار البيضاء هذوك الثلاثه اللي عيط لهم هذاك بالصفاره جالسين، جاوا الاخوان الطليعه والاخوان ديال المؤتمر قالوا لهم شكون اللي بغيتوا ترشحوا انتم في الدار البيضاء؟ قال احنا ما عندنا حتى واحد، قولوا لنا انتم وحنا معكم. قالوا له لا، احنا الا ما كانش استاذه منيب في الدار البيضاء ما يمكنش لينا، وحنا راه شحال عندنا من وجوه اللي هي معروفه وداك الشيء، ندفعوا الاستاذه منيب وندفعوا بكل واحد يمكن له يجيب لنا مقعد ولا يجيب لنا اصوات ولا شي حاجه.
هادو الاخرين كيتكلموا مع ديالنا حنايا بهذه الطريقه. وملي قلنا لهم ارجعوا الله ينعل الشيطان واتفقوا ديروا اللي بغيتوا، ما ديرونيش انا ما عندي مشكل، زيدوا. ما بغاوش ولات شي حروب اللي هي لا تليق ولا تشرف اليسار. ومع كل اسف ما قاموش بهذوك الشباب بوحدهم، يعني شيوخ. حسيتي بالتعب سيده منيب من هذا الامر هذا؟ اثر فيك في عطائك؟ لا 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 شو لا بالعكس. انا شوف انا عندي واحد المهمه واحد المسؤوليه، انا عمري ما كنوقف. انا كنت كان ملي كنا عندي 10 سنين كنت كندير السباق ديال 60 متر من بعد 80 بعد 100 متر، ما كنوقفش قبل من الخط، واخا نجي انا للخرا ولكن خصني ندوز الخط على مالي. كيف يقال انا خديت دو موندا وما درت حتى شي خطا، بل الاخوان كانوا كيخطئوني في شي حوايج زعما كيوهموا بها الراي العام باش يمكن زعما الناس يقولوا هاد السيده ما كتعرف والو بهذه العقليه الذكوريه بهذا الشكل بهذا، يعني كيفاش هاد السيده غتنجح في شي حاجه؟ في حين راهم شافوا المواقف ديالي في كل القضايا كيفاش كانت مبنيه، وكنتسول الرفاق وكنتشاوروا وكنخدموا. اذا ملي طلبت من الامناء العام والثلاثه قال لي وحنايا ما نديروا، راه حنا شفنا وما كاين ما يدار. الاخرين كيقولوا لهم صافي. خرجت واحد الورقه كيقولوا رفاق حنا غادي نشقوا، ورقه النص ديالها كله سبان في الشخص المتواضع ديالي. وهذا كتبت لهم قلت لهم شنو من الملكيه البرلمانيه الان الى اندماج الان ونخليو نص. قلت لهم ملي قالوا الخوت واه استاذه، قلت لهم شوفوا انا هذه الوحده بغيت نجي الحزب كله، ما بغيتش نجيب لكم النص والنص يبقى في الزنقه ولا كيف ما كان الحال. المهم ديك الساعه قلت لهم ما قدرتوا ديروا والو؟ قال لك لا. قلت لهم عرفتوا غادي ديروا؟ حنا دابا باقيين من بعد بشي شهر من اخر اجل باش نحطوا هذاك الترشيحات. حنا كنا وقعنا واحد الورقه ديال باش نترشحوا جميع. قلت لهم راه غادي نسحبوها الانتخابات المهنيه على الابواب، غادي ندخلوا ليها كل واحد بوحده وما عليها حتى شي رهان بالنسبه لينا، ونعطيو راسنا هذا الشهر راه مازال باش يمكن لنا. هضروا انتوما نهضروا حنايا، كاين العقلاء في الحزب في المكونات الثلاث نتكلموا كذا كذا رفاق، يعني حتى الامناء العام. وكاين اللي صافط لي استاذه اجي انت اللي غادي تقضي. قلت له شوف انا ماشي قضيه القياده، انا بعدا كنت في هذا الشيء اللي كينعتوني به الاخوان، راه اكثر من عامين هذوما كيقول لي نديروا الفيدرالية وانت اللي غتقودي باش غادي بانوا حنايا صحاح وغاديين وداك الشيء كله. قلت لهم لا ماشي هكا، انا خصني نقول المغاربه فين غاديين، انا ما نكذبش على المغاربه، انا جايه فين غادي نديهم؟ فين؟ لا انا ولا انتوما، فين هو المشروع اللي هو مدقق في كل القضايا، موضوع برؤيه استباقيه، فاهمه الوضع الوطني والدولي، فاهمه حدود الخدمه ديالتنا، ولكن ما غاديش تأدي بنا نبيضه. حنا اللي ولينا في الاخر وحدين ضرايفين بزاف، وحنا دابا اللي كنقولوا بلاتي ها توابيت كنقول لك انتم جدريين. اش جدريين؟ حنا هازين سلاح ولا؟ حنا ما غنديروا لا ثوره ولا والو، ولكن بغينا نديروا ثوره هادئه فيها الاصلاحات الدستوريه والسياسيه، بغينا ملكيه برلمانيه، بغينا ديمقراطيه، بغينا الحقوق الناس، بغينا الكرامه المواطنات والمواطنين، هادشي اللي بغينا. هادشي راه هو اضعف الايمان في هذه المساله اللي كتسمى الديمقراطيه. اذا ملي مشيت انا سحبت هذاك مع رفاق ديالي، سحبنا هذاك سميتو، عيطت لهم صفتوا لي كتبوا لي بون شونس. ايوا بالنسبه لي انا حنا كل واحد هذيك الانتخابات، فاذا بهم هما دغيا كيسرعوا وكيحطوا الرساله، يحطوا الرساله ما عندي مشكل. كيقول رفاق لا هذه ديالتنا نازعوا. قلت له لا انا ما غاديش ندير رفاقي للمحكمه، هذه هي الاخر اللي عمري ما غنديرها انا جامي دافي. ما غاديش ما غن. بحال اليوم في البرلمان كيقول لي رفاق عيطوا للبرلمان الاوروبي، قلت له اوروبا دير غير الخير في راسها، انا ما عمري ما غندير التدوير، المشكل غيتحل في بلادي، حنا غنحلوا مشكلنا وغنتقدموا بالبناء الديمقراطي، ما عنديش انا هادشي ديال الفوضى. دونك هما خداو رساله ومشاو ترشحوا، والحمله راه تيديروها بالرساله وكيقولوا الناس منيب معاكم، قالوا لهم اياه. واش هادشي معقول؟ والحاصله هي ان عندنا جوج البرلمانيين كل في كل واحد شاطئ. في جهه، ويعني سي دوماج. كنا موحدين انا ما عندي حتى وهم، كنا غنجيبوا ثلاثه ولا جوج، هادشي اللي كاين. حنا ما موجدينش الوقت ديال التوجيهات، هذه عامين ديال حرق الاعصاب وديال الكذوب وديال السب. واش اللي كيدير هذا الشيء؟ كيوجد الانتخابات، كيعطي صوره جيده للمواطنات والمواطنين. انا ما خليت فين هضرت اي منابر كنهضر، لا وحنا جايين كذا كذا، باش نعرفوا الناس بنا، باش يثقوا فينا، باش يعرفونا باننا ناس مزيانين باغين الخير لهذ البلاد. داك الشيء اللي كنقولوا لهم راه حنا غادي نلتزموا به. يعني فيعني في ظل هذا الشيء كله مع كل الاسف مشاو هما بوحدهم، حنا مشينا بوحدنا. اذا كيقول لك منيب هي اللي هذا، منيب شنو؟ جو في بغادي اليسار، ندير فيدراليه باغ ديفو كيف كيقولوا، نديروا اي حاجه باش نتسموا نكذبوا على الناس. انا ما تنكذبش حتى على راسي، ما تنكذبش، وما يمكن لياش انه واحد الحزب اللي تبنى بدماء الشهداء وتضحيات الجسام، واللي انا يعني بالثقه ديال رفاقي انا كان يعني على راسه، ولكن لست الوحيده التي اقود، راه معايا جمهور قداشنا هو.
دونك مشينا. من بعد كيقول لهم يلا جمعة، انا كنقول لهم فين غنمشيو؟ فين هذا هو الحزب ديالنا، حنا ما غاديينش. هما يحسب لهم راه غادي تنوض عندنا هنايا قربله، الحزب راه هو كاين كيتعافى، القطاعات كلها عاود اسسناها، الفروع جددات اللي كان خاصها تجدد، اللي البعض منها واحد ثلاثه ديال الفروع اللي هي صابت يعني بزلزله عاودنا، ولكن ما كاينش هذا الشيء فرعنا فيه 300 واحد مشات ولا واحد، خمسه مشات من هنا، سته مشات من هنا، وتستمر دورات الحياة. ولكن انا كنقول اليوم اليسار في العالم ما كيتكلمش على الوحده الانصهاريه اندماجيه، اليسار يتكلم عن الوحده النضاليه. انا بغيت غدا كلنا نتلاقاو، حنا هاد الرفاق كلهم بلا لا نسبوا المستقبل، نتلاقاو في ساحه النضال ونحملوا المشروع الحقيقي، وتكون معنا هيئه المجتمع المدني وهادشي باش يمكن لنا هاد الوقت اللي ضيعناه نجحوا فيه ونديروا شي حاجه. انا ما تنبغيش حاجه، وهذا التاريخ اللي جا كله بايجابياته وسلبياته حنا كن اون لاسيوم ديالنا، ولكن خصنا نغربلوه، ناخذوا الايجابي نستمروا به والسلبي خصنا نتخلاو عليه. انا ما يمكنش ليا انه كنشوف هذه المساله ديال انهيار القيم في العالم وحتى عندنا هنايا، لانه المسببات ديالها كثيره، يعني هذاك العنف الاجتماعي وبزاف الحوايج كتخرج الحيق وكتخرج بزاف الحويجات. انا هذا الانهيار ديال منظومه القيم اللي اصبنا به تحنا شيئا ما، خصنا اعاده البناء. ولهذا كنقولوا اليوم حاجة اللي خصنا نديرو هي نديرو الجامعة ديالتنا أو المدرسة ديالنا بشكل متواضع، نشروا الوعي، نشروا القيم الرفيعة ديال التضامن. راه ماشي حينت المدرسة خربوها ولات كتخرج لنا مستهلك، نعم، وليس مواطن، حنا غادي نشوف. هذه هي القصة وما فيها.